لم يكن يعلم هذا الطاغية الجبار أنه مخترق إيمانياً. إيمانياً كان مخترقاً إيمانياً في لحظة عنجهيته، في لحظة قبضته الحديدية التي حكم الناس إبانها بالحديد والنار، كان مخترقاً إيمانياً رغماً عنه، لأن هذه المملكة مملكة من؟ مملكة الله عز وجل. في اللحظة التي كان يحذر فيها فرعون من تصاعد صوت الإيمان في بني إسرائيل، كان النور قد تسرب إلى دائرته الأولى. كانت امرأته الحظية، امرأة فرعون، قد وصل الإيمان إلى قلبها، كانت من المؤمنين. امرأته المقربة كانت من المؤمنين، ولم تكن من الطراز العادي من المؤمنين، كانت من الصف الأول. حتى أن الله تعالى حين أراد أن يضرب مثلا للذين آمنوا من أولهم إلى آخرهم، نصبها مثالا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا من؟ امرأة فرعون. أي جنون هذا، أي عتة، حين يظن على أنه يستطيع أن يحجب النور. لا يمكن لأحد أن يحجب نور الله تعالى. هم يريدون أن يطفئوا نور الله، والله بأفواههم، والله متم نوره. ووصل النور إلى دائرته الأولى، إلى زوجته فقط. لا، ما فقط إلى زوجته، كان يخترق مرات ومرات ومرات، وهو سادر في جبروته، في عنجهيته، لا يشعر. وصل النور إلى ولي عهده. قيل أن الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قيل أن هذا لم يكن من بني إسرائيل، وإنما كان من آل فرعون، وقيل هو ابن عمه، وقيل كان ولي عهده الذي رمقته العيون ليؤول الملك إليه من بعد فرعون، وقد وصل إليه النور. وقيل أنه كان مؤمنا من قبل موسى، بدليل حواراته في سورة غافر، تدل على ثقافة إيمانية مرتفعة عند هذا الرجل. لا يعقل أن يكون مطلعا كل ذلك الاطلاع على حقائق الدنيا والآخرة، وتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، ومفهوم السيئة والخطيئة، في حوار طويل ذكر الله لنا أطراف منه في سورة غافر، ويكون قد التقط ذلك من الحوارات المقتضبة بين موسى وفرعون. فالنور قد اخترق بلاط فرعون. هل هذا فقط؟ لا، بل حتى عمال القصر وحاشيته كان النور قد وصل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شم ريحا طيبة تضوع في الملأ الأعلى، فسأل جبريل عن هذه الريح، فأخبره بأن هذه الرائحة رائحة من؟ ماشطة من؟ ماشطة ابنة فرعون. حتى العاملات في المنازل، أي قبضة هذا؟ أي هراء الذي يتكلم عنه فرعون؟ مخترق حتى عند عمال المنازل، وحاول أن ينكل بها ويغلي لحمها في الزيت ليطفئ هذا النور، لكن هيهات، هذه مملكة من؟ هي مملكة الله، ما مملكة فرعون. وفرعون لم يذكر اسمه في القرآن الكريم، وإلى الآن لم ينحسم الجدل تاريخيا في تحديده هل هو رمسيس الثاني ولا غيره، ليبقى فرعون شخصية تتكرر في كل الأمم وفي كل القرون. شخص فرعون هذا رمز، فرعون لم يمت، وهامان لم يمت، وقارون لم يمت، ومؤمن آل فرعون لم يمت. هؤلاء الأشخاص يتكررون في كل الأمم وفي كل الأزمنة. هل فقط هذا؟ لا، بل مخترق فرعون حتى من قبل الذين يدخلون ويخرجون في قصره، إلى الحد الذي سمح لأخت موسى الفتاة الشابة أن تبدي المشورة داخل القصر، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ هل يمكن أن تبدي هذه المشورة وهي بعيدة عن البلاط وعن القصر وعن العائلة المالكة؟ إذن كان مخترقا بأخت موسى، وكان مخترقا بأم موسى، هذه التي أعطيت بعد ذلك تصريح للتردد على القصر. من يعطيها التصريح؟ من العائلة المالكة، تعطى تصريح بأنها تدخل القصر، وعلى أن العائلة هي التي تنفق عليها. إذن هذا الحالة الخامسة. الحالة السادسة وهي الأطم من اختراقات فرعون، أن الذي سيقود التغيير سيرمى في حجره، وسيغذوه من نعمته، وسيصدر فرمانا عاما في المملكة أنه لا ينال بسوء. يستثنى من المرسوم الملك الأول
لا ينال بسوء فيحوطه برعايته، وتلقى محبته في قلوب أهل القصر جميعا، فيقع موسى عليه السلام في حجر فرعون، وفرعون لا يمكن أن يحرك ساكنا، لا يمكن أن يغير أقدار شيئا من أقدار الله تعالى. كل هذه الاختراقات، وفرعون يظن أنه قد أحكم القبضة على كل شيء، وأن كلابه في الميدان قد ضبطوا الأمور كلها وسدوا منافذ النور. ثم كانت النتيجة التي حكم بها بأن الله تعالى يمكن لهؤلاء الضعفة في الأرض، فأورثوا ملك مصر بعدما أغرق فرعون، وأحيطوا بعناية الله حين كان يقودهم ويربيهم نبي من أولي العزم موسى عليه السلام. لكن هكذا شأننا نحن معاشر البشر، بعدما كانوا في الراحة مع سيدنا يوسف، ثم تركوا مراشد دينهم فذلوا، ثم لبركة بعض الصالحين فيهم من الله عليهم فأعيدت لهم العزة، ثم تنكبوا الصراط وظلوا يكلفون موسى عليه السلام العناء والشطط، وأراد الله تعالى أن يكرمهم بمكافأة بعد سنوات البؤس والشقاء التي عانوها مع فرعون، فأراد أن يكرمهم بالأرض، الأرض المقدسة، مركز من مراكز الأرض، العاصمة المقدسة، لكنهم على عادتهم في نسيان ما ذكروا به، فقالوا بكل وقاحة لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا آثروا الحياة الدنيا. وبقي فيهم من رواسب العبودية السابقة، بقي فيهم مما طبعوا عليه، كالطير الذي يفقس عن بيضه في قفص، فإذا حاولت إطلاقه من قفصه يعود إليه، لا يرى لنفسه أمانا ولا راحة إلا في ذلك السجن. هكذا حال بعض البشر عندما يألف العبودية، عندما يطبع عليها، وهكذا شأن الطغاة في كل زمان، شأن الجبابرة يصنفون الناس شيعا فيقربون من يشاءون ويبعدون من يشاءون، ويسلط من قربوا على من أبعدوا، كالذي فعله فرعون. قرب قارون، وقارون لم يكن من آل فرعون، وإنما كان قارون ممن؟ من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فقرب قارون وأعطاه الصلاحيات حتى أثرى ثراء فاحشا، وقيل أنه عينه واليا على بني إسرائيل، وساهم في إذلالهم وعبوديتهم، وهو الأسلوب الذي ينتهجه اليوم الغرب ودول الاستعمار، حين يعمدون إلى بعض الشعوب ويتعاملون معهم معاملة العبيد، لكنهم يصنفونهم إلى قسمين: عبيد حقول ومناجم، وعبيد عبيد لكنهم عبيد قصور، فيغدقون النعمة على عبيد القصور